الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني، وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن يضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومشاهدين قناة الصحة والجمال، أهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم أنت طبيب. النهاردة موضوع مهم جدا بيشغلنا كلنا، وهو موضوع التغذية للحامل أو للحوامل. مفيش شك أن الحمل حدث سعيد جدا في أي أسرة، خصوصا لما بيبقى أول مرة أم، أول مرة حمل، وبتبدأ البنت أو السيدة بتسأل أسئلة كتير، هاكل إيه، ماكلش إيه، أتحرك إزاي، متحركش إزاي، ألبس إيه. كل الأسئلة دي إن شاء الله هيجاوبنا عليها ضيفنا المتميز دكتور أحمد جلال، استشاري أمراض النساء والتوليد. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. زي ما قلنا الحدث سعيد وبيبدأ ليه ترتيبات جديدة، والنسبة لما تكون أول مرة، فعايزين نعرف كده واحدة واحدة من أول 3 شهور حمل، إيه الأكل اللي المفروض نبدأ ناكله، المفروض نغير نظامنا الغذائي إزاي. فعايزين نعرف إيه الحاجات اللي المفروض تتبع في الفترة دي. تمام. احنا اول حاجه لازم نعرفها عن التغذيه في فتره الحمل ان هو ده المفتاح بتاع المتابعه الامنه. يعني في ادويه وفي اساليب كتير جدا بنقوم بيها فتره ال9 شهور، لكن في حاجه غايبه كتيره جدا عن المجتمع المصري بالذات، هو التغذيه هو المفتاح الاساسي ان احنا نعدي مرحله. يعني زي ما بيقولوا كلمه السر كده للموضوع، تقريبا 50% من الحاجات اللي احنا بنحتاجها من التعليمات للأم هي تعليمات التغذية، وده اللي بيفرق كتير جدا في المجتمعات الغربية، ان هما بيهتموا بالتغذية كويس جدا اكتر من الأدوية. هنا في معتقد خاطئ ان لما تزود الفيتامينات هيبقى هي تغنيك عن الموضوع، ولكن ده مش صح. يعني لو حطيت واحدة حامل في الصحراء وقلت لها ادي مجموعة فيتامينات كتيرة خدي منها بس من غير اكل، طبعا هيحصل. هم فعلا عندنا مفهوم خاطئ، حتى كنت لسه بقول امبارح، يعني الاكل حاجه والفيتامينات حاجه، وما يقدروش الاثنين يعوضوا بعض ابدا. يعني ما فيش حاجه اسمها انا ما باكلش وهاخد بس فيتامينات، لا لا، دي مشكله جامده. صعب، لان المفروض المركب اللي هو الفيتامين لازم يخش مع المركب الطبيعي عشان بيحصل بينهم زي بوندين كده ويمتصوا في جدار المعده او الجهاز الهضمي. تمام. فهو ده يعني دي حاجه مهمه جدا دايما بننادي بيها يعني 100% من الأمهات، بس يعني اللي بيستجيب مش قوي يعني، فعشان كده يعني مهم جدا ان احنا نتسرع اليوم. تمام. احنا لازم نعرف الاول القواعد، يعني احنا محتاجين ايه منها، او هي تفهم الام الحامل. تمام. هي محتاجه دي، هي محتاجه بالارقام حوالي 300 سعره حراريه، كيلو كالوري في اليوم. تمام. 300 350، زياده عن الطبيعي بتاعها كايه قبل الحمل. تمام. بنقسم الموضوع الأغذية اللي احنا محتاجينها في فترة ال9 شهور لأول 3 شهور في الحمل، دي مرحلة ومعاملة خاصة. ومعاملة خاصة، وبنزود من أول الرابع لغاية الأخير. تمام. على حسب كل مرحلة احنا محتاجين ايه من الطفل. في أول 3 شهور اللي احنا محتاجين نوعية أغذية بتحافظ على التكوين بتاع الجنين، يعني منها مثلا زي حمض الفوليك، ده مهم جدا. هو برضو اعتقاد خاطئ برضو عند الناس ان هو ده دواء بيمنع التشوهات،
ومفيش حاجه اسمها دواء بيمنع التشوهات. تمام. ان دي تركيبه جينيه اللي ربنا لو خلقها بشكل معين هتفضل زي ما هي. تمام. هو بس بيحاول الفيتامين هو يقلل لو في اي حاجه تعرض البيبي للتشوهات فهو بيحميها في الجهاز العصبي، في الجهاز العصبي المخ والعمود الفقري، او تمام. بيساعد على التكوين السليم واندماج الخلايا في المخ والجهاز العصبي، فيمنع الغلطات او الفولتس اللي ممكن تحصل من انقسام الخلايا. تمام. فهو دي اول قاعده في اول 3 شهور ان احنا محتاجين ده، مع طبعا الفيتامينات او المعادن الايه الشامله. يعني نقدر نقول مثلا ان احنا محتاجين حمض الفوليك، فيتامين ب 12 على رأسهم برضو، ده مهم جدا. ده موجود ايه في صورة ايه مثلا في الاغذيه او في الاكل؟ فيتامين ب 12 موجود دايما في اللحوم. تمام. تمام، بنسبه كبيره جدا. موجود في البقوليات زي الحمص واللوز. تمام. موجود برضو في الخضروات الورقيه، يعني مثلا في زي الجرجير والسبانخ اللي هي الورقيه اللي فيها بيكون ورق بتاعها يكون لكن يعني في ناس ما بتقدرش تاكل لحمه في اول 3 شهور او عندها موضوع القيء ده، تقدر تتجه للخضروات برضو في الفتره. طبعا هو اول 3 شهور موضوع القيء مع الحمل ده بيقلل نسبه الاكل تقدر الام ان هي تاخدها. فطبعا الحاجات الخضروات والفواكه من الحاجات اللي ملهاش يعني احتياج لتوابل او زيوت او ايا كان للتحضيرها، ممكن تاكلها رو او تاكلها زي ما هي بيقولوا نيه. تمام. فتقدر انت تستفيد ما يصيرش عندها الاحساس بالقيء. تمام. تمام. فدي بالنسبه للاول 3 شهور احنا بنركز على الحمض الفوليك والفيتامين ب 12، وفي حاجه برضو اسمها كولين، دي من مشتقات فيتامين ب 12 او نفس طريقه شغلها بالظبط، بتعمل على الجهاز العصبي. تمام. تمام. طبعا يعني احنا برضو عندنا بنقسم بقى الاطعمه لايه لبروتينات. تمام. وبعد كده بعد البروتينات بنقسمها مثلا لمعادن عاديه. تمام. البروتينات لازم نزود نسبه البروتين من نسبه من 70 ل 100 ملي جرام يوميا من البروتين. طبعا على هيئه اللحوم. تمام. والاسماك وطبعا الفراخ. يعني دي التقسيمه بالنسبه لنا، بس طبعا يعني بنهتم اكتر باللحوم والفراخ اكتر، لان ثقافه الاسماك او ان واحده تاكل مرتين او ثلاثه سمك في الاسبوع ده ما بيكونش وارد قوي او منتشر قوي، لكن لازم في كل وجبه لازم يكون عندنا البروتينات. تمام. في عندنا طبعا الكالسيوم، ده مهم جدا. كالسيوم فيتامين د. فيتامين د وفيتامين د، الاثنين دول مهمين جدا. هو مهمين للام، وبعد كده الام هي بتبقى مرحله للبيبي. بمعنى احنا محتاجين 1000 ملي جرام من الكالسيوم في اليوم. ده عشان عظم الام ما يحصلش فيه زي هشاشه او تمام. احنا بنعتبر، انا ببص للعظم اكنه زي مخزون كده بالظبط. البيبي لازم ياخد منه، يعني احنا بنقول دايما للام البيبي هياخد حقه وهياخد حقه، ما فيهاش فصل. انت بقى هشوف هتعوضي نفسك ولا انت هتعوضي، لان هو هياخد وانت هتحصل عندك فقر مثلا في النسبه دي. نوصل في الاخر خالص ان انت هتضعفي خالص، فانتوا الاثنين هتضعفوا في النهايه، ولكن في الاول هو هياخد حقه لازم. تمام. فالكالسيوم بيروح للام مش بيروح للبيبي، وعن طريقه بيتخزن في العظم بيبي ياخد. تمام. فالكالسيوم مهم جدا للمفاصل طبعا، عشان الم المفاصل معظمهم بيقول لك بيجوا الناس على الشهر الخامس او السادس تبدا تشيك وجع اسنانها، وجع مفاصلها، وجع في حتى في الضلوع بسبب القصه دي. تمام. بسألها فعلا، هل انت حتى الحمل اللي فات واللي قبله كنت بتاخد؟ لا، انا عمري ما خدت لا كالسيوم ولا فيتامين د. وعلى فكره ما باكلش لا بيض ولا لبن ولا زبادي ولا المنتج. طب انت يعني انت كده فعلا جالك هشاشه رسمي، انت كده ما بتعوضيش نفسك وخسرت تقريبا المخزون بتاع الكالسيوم اللي في عظمك. هو العظم في الحمل بيحصل فيه كذا تغير، اوله ان هو اللي بيحصل مثلا بعد او حركه في الحوض، ده مهم عشان الرحم بيبتدي يملى. تمام. فبيحاول الحب يزقه كده من الاجناب، طبعا بيرفع الجهاز اللي بيرفع القفص الصدري، فتلاقي دايما عندها وجع في الجناب دي بالذات. تمام. تمام. هو اكنه كده اكنك جايب مثلا ورقه وبتحط جواها كوره، بتبتدي تعمل فانلينج او تعمل زي ايه زي قمع. فالحركه دي لو العظم سليم او بمعنى اصح الكارتليج او الغضاريف فيها كالسيوم بيساعد على الليونه، طبعا هتبقى اسهل، لكن مع عدم وجود كالسيوم تبقى عامله زي الست العجوزه تك 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 يوجعها كده، فالموضوع بيبقى صعب شويه يعني. تمام. فده بالنسبه. وفيتامين د طبعا انا شايف وجهه نظري الرئيسيه يعني ان هو الشمس قبل الساعه 10 ممتازه. تمام. ممتازه جدا، تقدر ان هي توفر لها كل النسب اللي هي محتاجاها من الفيتامين د. تمام. يعني نقسم وجباتنا ازاي بقى في اول 3 شهور؟ يعني في ناس هي بتقول لك انا ما عنديش، انا مش جعانه اصلا.
وفي ناس برضو عندها مفهوم خاطئ، او لو لسه متجوزه الحتة الرومانسية دي برضو بتبقى غالبة عليها، اللي هو تقعد طول اليوم من غير أكل وتيجي مثلا مع جوزها الساعة 10 بالليل تشترط تاكل معاه، وبعدين بقى تبدأ بقى مرحلة الترجيع والحموضة وتبدأ تشتكي، فسايبة نفسها طول اليوم من غير أكل وهي حامل، وآخر اليوم بتاكل وجبة كبيرة، فتبدأ بقى الألام بتاعتها تبتدي من بعد الساعة 10 بالليل. هو طبعا العامل النفسي بيبقى مؤثر جدا في موضوع فتره الحمل، لان هي بتعتمد على هرمون واحد بس، فده بيوصلها ان هي بيبقى عندها بعض الضغوطات او بعض الافكار السلبيه، بتحتاج دعم دايما من جوزها او من اهلها ان هي هم دول اللي يفتحوا نفسها في الموضوع. فده احنا لازم نعذر طبعا الام الحامل في قصه زي كده، ولكن هنا بيجي السبورت او الدعم من الاسره، وهي طبعا لازم ان هي تقتنع بالفكره دي. ان الجهاز الهضمي مع الحمل بيبتدي يحصل فيه كسل نتيجه لاعتماد الحمل على هرمون واحد بس، البروجستيرون. خلي المعده اللي تهضم عندنا احنا في ساعتين تهضم عندهم في اربع ساعات. القولون لما يجي يشتغل بيبقى ابطا، عامل زي التعبان بس بطيء. فالاكل لو قعد فتره طويله يتخمر ويعمل غازات ويعمل انتفاخات، منها الى قرح في المعده او مشاكل لو هي بتاخد حاجات فيها زيوت او حاجات فيها اطعمه فيها توابل كتيره. فطبعا الى جانب طبعا ان احنا عندنا المريء، المفروض ان هو المريء فيه عندنا زي صمامين، صمام اساسي من عند ربنا اللي هو تحت عند بعض المعده، لكن الاولاني ده صمام الحجاب الحاجز هو اللي بيكونه. لما البيبي بيبقى موجود حجاب الحاجز بيحصل فيه ارتفاع، فالصمام يرتخي لتحت ما يلاقيش حاجه تمسكه، تبتدي بقى الحموضه والنار بقى يعني ولعه، في حريقه جوه شغاله جسمها مش قادر يحميها منه. ولكن احنا بنحاول نساعدها ان هي تبطلي مثلا الحاجات اللي ممكن تسبب، وقسمي وجباتك يعني كل ساعتين كل حاجه بسيطه، بحيث ان انت انا شايف ان هم خمس وجبات في اليوم هيبقى حاجه ظريفه جدا، والتباعد بينهم ساعتين او ثلاثه ده برضو شيء ظريف. الكميه نفسها برضو بتبقى مهمه جدا، يعني ممكن مثلا نبتدي الفطار مثلا بالبيض مثلا المسلوق، ممكن مثلا نسلق معاها بطاطسايه مثلا، ده بيبقى فيها كميه سعرات حراريه عاليه جدا. تمام. ممكن نحط عليها بعض التوابل البسيطه والاملاح القليله عشان ما يحصلش عندها امتصاص للميه في جسمها. ساعتين ويبتدي نفس الوجبه بس بنزود العدد، يعني مثلا بدل 150 جرام مثلا بيض وحوالي 300 جرام مثلا بطاطس، بتبقى مثلا 200 جرام بيض و500 جرام بطاطس. عشان كده بفضل ان يبقى عندنا ثقافه ان احنا نحط ميزان اللي هو الديجيتال ده. ده بتبقى ظريفه جدا، بتحط عليه الحاجه بتقيس النسبه بتاعت الجرامات داخله قد ايه، فدي بتديها فايده كتيره جدا، وفي نفس الوقت ما فيش الكميه والحاجات المتعبه اللي تقدر تتعب لها معدتها. تمام. نبتدي نخش بقى على وجبه الغداء مثلا، بنقسمها اثنين ولازم نحط فيها في الاثنين لحوم، ولازم نحط السلطه. طبعا السلطه في كل وجبه شيء اساسي، بس بنزود عددها بس شويه عشان الالياف بتساعد على حركه الجهاز الهضمي، هي تعتبر زي جسم الامساك اللي هو مشهور جدا في اول 3 شهور حمل. طبعا ما هو الامساك نتيجه لحركه القولون القليله اللي احنا قلنا عليها، بنتيجه الهرمون الوحيد اللي عندنا في الحمل. تمام. فالالياف تبقى جسم غريب، احنا مش ارانب. فهم يقدروا ان هم يهضموا الخضروات، لكن احنا بنعصرها وناخد الخلاصه منها. عشان كده ممكن تلاقي بواقي الخضار في الموجود في البراز ده بيبقى مشهوره جدا، الطماطم، السبانخ، ايا كان الكلام ده كله. تمام. فاحنا هي بقى وجودها كجسم غريب اللي هي الالياف دي بتخلي المعده تتحرك والقولون يتحرك اسرع. تمام. فبطريقه ميكانيكيه مش هرمونيه. تمام. الاعتماد عليها. تمام. بس وطبعا العشاء بيفضل حاجات خفيفه عشان تنام على معده خفيفه، يعني زبادي وعصاير ومثلا جبن، عسل ابيض على زبادي طبعا او عسل اسود، الحاجات دي عشان تديها طاقه، ده مهم جدا بالنسبه لنا في العشاء بالذات عشان هي هتنام بعديها على طول. تمام. ويا ريت بلاش السهر عشان هم بيحبوا يقعدوا بعد الساعه 3، فده بيبوظ اصلا حركه الايه الامعاء طبعا كل طبعًا حاجه وترتيب البيولوجيه اتضربت طبعا يعني. طيب يعني دلوقتي كده خدنا اللي المفروض نعمله، في بقى حاجات ممنوعة أو ممنوعة تماما أو خطيرة مثلا مع اللي هو كمشروبات أو أطعمة، عايزين نوضحها لهم عشان فعلا في ناس لسه يعني ما بتاكلش، فلسه بتعتمد على الشيبسيهات والبيبسيهات وكأنها عايشة حياة البنات الصغيرة يعني، يعني عايزين نوضح لهم مدى خطورة الحاجات دي. تمام. هو احنا عشان نقول ايه هي الحاجات المضرة أو المشاكل بالنسبة لموضوع ايه التأثير على الحمل، لازم نقسمها اتنين. طب ايه اللي هيضر الام وايه اللي هيضر البيبي عشان الترتيب هيبقى تمام. مهم جدا بالنسبه لنا. ولما نتكلم الاول على الام، احنا دلوقتي الحاجات اللي هتضر الام لازم نقسمها مثلا لاطعمه هي من خلقه ربنا هتعمل مشاكل. تمام. يعني حاجه طبيعيه بس هي ما ينفعش انها تاخدها. تمام. طب اطعمه طبيعيه بس معموله غلط،
او بطريقه غير صحيحه، او حاجات احنا بنضيفها احنا من انتاجنا احنا كبشر من تركيباتنا برضو هتاثر على الموضوع. طب الحاجات الرئيسيه اللي هي هتضر مثلا الام، يعني احنا دايما بنقول ان في انواع من الاسماك ممنوع انها تتاكل وقت الحمل. ده مش منتشر في المجتمع المصري بس لازم نقولها برضه، هي الاسماك اللي ليها جلد او الاسماك اللي بتاكل اللحم زي القرش، بس ما فيش حد بيلاقي قرش عندنا مش موجود كتير، ولكن الله اعلم في ناس بتسافر بعض المناطق الساحليه بيبقى فيه سمك قرش او ايا كان من حاجه من الاشباه ليه. طبعا دي بتبقى ممنوعه تماما فتره الحمل عشان فيها نسبه فيتامين الف عاليه جدا، فدي بتعمل مشاكل في الايه للبيبي. تمام. بالنسبه للاطعمه اللي هي موجوده بس احنا بنتصرف فيها غلط، عندنا مثلا الاكل اللي هو مش مطبوخ، يعني في ناس بتحب مثلا اللحوم بس ما بتطبخهاش كويس، او منتجات اللحوم اللي ينفع تتاكل نيه زي اللانشون والبسطرمه والبولوبيف المجمده دي، يعني تفتح حته بولوبيف وتاكلها نيه عادي جدا، ده وارد جدا كل الناس ممكن تعمل، بس ده ليه ممنوع؟ عشان في حاجه اسمها الليستيريا. الليستيريا دي نوع من انواع الطفيليات ممكن تسبب عند الام اسهال مزمن او قيء، تسمم معدة أو قرحة، ده بيضرها مش في القصة دي، لكن التدخل بتاعنا هو اللي بيبقى الفيصل في الموضوع. بس هي لما تبقى كده، وفي نوع من الاستيريا كمان بيسبب التهاب في الأغشية المحيطة بالجنين، وده نوع عنيف جدا. طبعا ده نوع عنيف، ده لما احنا بنتكلم بقى لما هيوصل للبيبي، بس احنا على ما يوصل للمرحلة دي هتكون الأم تعبت جدا، وهنضطر احنا نتدخل ونعمل غسيل معدة ونحجز في مستشفى، والحاجات دي كلها بتعرض الأم لطلق مبكر ولا. تمام. فطبعا لازم اللحوم لازم تطبخ كويس جدا او تتعامل بطريقه ويل دان زي ما بيقولوا يعني. تمام. ونبعد عن المجمدات عموما، والمجمدات والمعلبات والبيف الحاجات دي كلها يعني بتحمل مخاطر كتير للجنين وللام. احنا بنقول كده اللحوم اللي ينفع تتاكل نيه. تمام. البلوبيف واللانشون والحاجات دي كلها والهامبرجر مثلا، انا يعني الحاجات دي مش حلوه لان هي بتحفظ الاول، يعني ما كانش مثلا عشان الحاجات اللي جواها من مشاكل او بكتيريا. تمام. ولكن عشان المواد الحافظه الكتيره اللي فيها. طبعا عندنا يعني الحاجات بقى اللي هي المشروبات اللي احنا بنتكلم عليها الممنوعه، الكحوليات، بس ما فيش حد بيشرب كحوليات يعني في المجتمع والله المصري. لا في للاسف في، وفي مدخنات بقى مدخنات يعني كتير والتدخين. لا بنشوفهم بقى يعني بدانا فعلا اشوف للاسف السيدات اللي بتشرب كحوليات في الحمل والمدخنات، وتيجي تقول لك كده فمعلش يا دكتور بس يعني ايه نستاذن السكرتيره تطلع بره، اللي معاها يطلعوا بره وبعدين هبعمل كذا كذا كذا. طب يعني انت مضطر، والله انا بقالي يعني بقالي كتير متعود على كده، فانا يعني خايفه يضر الجنين وفي نفس الوقت مش قادره ابطل حاجه زي دي، ولا قادره تنزل حتى بنوع السجاير يعني الاحمر للازرق. بالظبط. مفيش الكلام ده. طبعا الحاجات دي خطر جدا، التدخين طبعا لان هو بيقلل نسبه الاكسجين بتروح للبيبي وبيسبب بعض المشاكل من تصلب شرايين، واحنا عارفين ان الشرايين اللي بتوصل للبيبي هي ادق كتير جدا من اللي بتوصل لنا، فلو شريان كبير بس متصلب سهل الدم يعدي فيه برده بنسبه كبيره، لكن لو صغير يحصل ضيق زي خرطوم ميه او ماسوره صغيره لو ضيقتها هيبقى الدم واصل للبيبي، ده يودي لطريق ان هو بيبي يبقى وزنه قليل. في عندنا الشاي الاحمر ممنوع ان هو بيقلل مخزون الحديد، يوصل لانيميا بطريقه عكسيه. الشاي الاخضر اوكي تمام يا ريت، لكن الاحمر بلاش. تمام. فدي الحاجات المشروبات او الحاجات اللي احنا بنحاول ان احنا نبعد عنها بالنسبه للايه للام. ان يكون في يعني اكله معينه تعمل تشوه بحد ذاتها مش موجوده كتير، بس احنا بناخد الفكره بتاعتها اللي هو فيتامين الف، هو ده احنا اتكلمنا عليه الاول في زي الاسماك. طبعا الكبده، كبدة عموما ولا كبدة البقر أو الأبقار زي يعني أنا حاولت أتفحص شوية في الموضوع ده لأني لقيت مفهوم كده إن هو عند المصريات عموما الكبدة ممنوعة ومش عارف إيه، فلقيت الموضوع ريليتد قوي للأمريكان أكتر وللموضوع كبدة الأبقار اللي فيها فعلا في نسبة فيتامين ألف عالية فيها، أو لو هو عندهم نوع تغذية الأبقار أصلا بتعتمد برضه على حاجات صناعية. فحسيت ان هو موضوع مش برضه مش في مجتمعنا، او زي قصه اسماك القرش. يعني مثلا عندنا كبده الفراخ مثلا ما فيهاش النسبه العاليه دي. هي الفكره ان الكبده في الثدييات
فيها نسبة فيتامين ألف الثدييات آه. ولكن الطيور ما فيهاش، هي مش الثدييات آه. يعني الحاجات اللي بتولد فيها فيتامين ألف على كده تمام، لأن هي المفروض الكبد هو اللي بيفلتر معظم الحاجات اللي عندنا في الجسم وبيحتاج فيتامين ألف لتكوين الخلايا بتاعته وتجديدها عشان هي دايما تتكسر. الطيور ما بتاكلش زي ما احنا بناكل، متخيله هي وكانت تاكل حته كبده فرخه مثلا كده العيل هيجيله تشوه، هي مش كبده فرخه. وعامه برضو فيتامين الف ما هوش يعني لازم يبقى ميجا دوزس اللي هو جرعات الدوز حوالي مثلا يعني. حوالي ال1000 1000 من 900 ل 1000 ده ده لو خدته على ملي جرام بالظبط، يعني لازم تاخد جرعات عاليه جدا ان هو يبدا يعمل. هو الجرعات العاليه من فيتامين الف بتعمل حاجه نتيجه عكسيه، حاجه اسمها كرينيال نيورال تيوب ديفكت، في كرينيال كريست حاجه كده زي حاجز في المخ اسمه كرينيال كريست، ده لما ده بيتكون على فترات لغايه لما نوصل لغايه التاسع، بيبقى المنطلق بتاعه او اكبر فكره ليه هو من الشهر مثلا الخامس والسادس والسابع، لما تاكل كبده كتير بتمنع الكريست او الحاجز ده ان هو يتكون، فبيبقى عندها زي فجوه في المخ يعني طبعا البيبي انا اسف طبعا بيبقى عنده فجوه في المخ، طبعا بيحتاج يعني دكتور بقى جراحة أطفال أو دكتور أطفال بطنة عشان يحاول يعوض في المراحل الأولانية عشان ما نوصلش المرحلة دي، بس دي حاجة من الحاجات اللي تشوق تسبب تشوهات، لكن حاجة بعينها يعني ما بنقولش ما بنقولش هي بنقول حاجات تقلل وزن البيبي، تضعف نموه، تقلل المية، تقلل نسبة اللي هو التطور الذكاء مثلا عند البيبي وحاجات زي كده يعني. سؤال مهم بقى عشان وقت الفقرة، وده سؤال ناس كتير بتسأل، إزاي أقدر أنزل في الوزن بسرعة بعد الولادة؟ احنا نعرف الاول الوزن في الولاده هو يعني او فتره الحمل وتكوينه ايه، وزن الام في فتره الحمل بيزيد ما بين 10 ل 15 بيبقى نسبه النص او التلت منهم ليه علاقه بالبيبي قوي، لان الرحم والبيبي والميه والمشيمه دول بيكونوا مثلا من 5 كيلو او 6 كيلو فيما فوق، البيبي بيبقى 3 كيلو بس، الميه والحاجات دي كلها بنضيف عليهم الضعف مثلا فبيبقى حوالي كده، فلازم تعرف ان ال 15 كيلو دول ما هماش بتوعها، هو بتوعها وبتوع البيبي، الباقي بقى بيبقى فيه ميه تحت الجلد تمام، بيبقى فيه وزن زياده نتيجه للاكل الغلط، يعني بدل ما تزيد من 10 15 تزيد لك 20، في ناس ما شاء الله تلاقي الميزان كان 80 مره واحده بقى 100 ما تعرفش راح فين يعني تمام، فالنسبه الزياده دي بتبقى الميه، الميه بعد الميه تحت الجلد طبعا دي بتنزل في خلال مثلا اسبوعين او 10 ايام بعد الولاده اوتوماتيك لوحديها، فهي ما تقلقش هينزل لها نسبه مثلا حوالي 2 كيلو او ما شابه، الباقي بيبقى ليه علاقه بالنظام الاكل، يعني عشان كده احنا زي ما حضرتك قلت التغذيه مهمه جدا عشان ناخد ايه المفيد، هي مش بالكميه هي بالكيفيه، فهي لو كانت مكرونات كتير ومحاشي كتير وصواني وبتاع وقصص هو دي في مفهوم خاطئ برضو اللي هو انا باكل الاثنين زي ما كانوا بيقولوا في الافلام زمان، هو بتبدا تاكل فعلا بقى ميجا دوز اسم الاكل كده عشان تغذي الطفل، وده مفهوم فعلا هو مفهوم خاطئ، بس مش هناخد نص فرخه يبقى ربع ليه وربع ليه مش قاعدين مع بعض يعني. لا هو نسب الاكل نفسها بتروح ازاي وتتوزع ازاي، لان في حاجه اسمها مشيمه بتفلتر الحاجات اللي رايحه للبيبي عشان ربنا مش هيسيب الجنين بريء لتصرفاتنا احنا كبشر يعني تمام، فطبعا ان احنا نمشي على نفس النظام الغذائي اللي كانت ماشيه عليه فتره الحمل هو نفس الفكره بتاعتنا، التمارين الرياضيه والرياضه تمام يعني يا ريت والله كان وقت الفقره طول عن كده، احنا مستمتعين مع حضرتك جدا، نورتنا وافدتنا ونورت عقولنا، الله يخليك. نشوفكم ان شاء الله الفقره الجايه وموضوع مهم جدا عن جراحه العظام، شكرا على خير.